دايماً بتأكد إسرائيل وبيصرح مسؤولوها أنها دولة ديمقراطية، ولكن يبدو أن الواقع مختلف عن التصريحات أمام عدسات الكاميرات. وحادثة تداولها نشطاء على مختلف المواقع والمنصات وثقها مقطع فيديو من داخل أراضي 48 لسيدة فلسطينية قامت الشرطة الإسرائيلية بتوقيفها واتهامها بدعم الإرهاب بسبب منشور ليها على واتساب. انهارت من الخوف وانهارت معاها كل الأقنعة حول مصداقية إسرائيل في الصورة اللي بتسوقها لنفسها. خلينا نشوف جزء من الفيديو. انت موقف، استنى شوي زي انت موقف في اتهام في نشر كلمات مديح تعاطف وتشجيع لعمل ارهابي. لا 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 دعم، استنى شوي دعم، مستحيل. انا تعريف قياس الاعلانات حق تحرك معرض العنف والارهاب، الكشف عن الانتماء الى منظمه ارهابيه. ردات فعل رواد التواصل المواقع التواصل الاجتماعي كانت كبيره طبعا على ممارسات الشرطة الإسرائيلية، وفي الفيديو ده شفنا منها كتير وبالتحديد رصدنا منها مجموعة. كان في بعض التعليقات كان بتتكلم سامح استنكر بكل بساطة اللي بيحصل وحالة الترويع اللي كانت للسيدة الفلسطينية، وقال بتتفننوا في الظلم والتبلي. كمان كان في تعليق آخر من راما عبرت عن تعاطفها مع السيدة بكل بساطة وقالت فجعتها تكسر الخاطر وربي. كمان كان في تعليقات أخرى من فلسطين، حساب باسم أكم، كان بيقول مش عارف ليش حاسس إن كل الفيلم وتمثيل علشان يرعبونا ويحبطونا.